السلام عليكم ومرحبا بكم ان شاء الله تكونوا كامل بخير وفي احسن الاحوال رمضانكم مبارك صوموا كامل بالصحه ولهنا ان شاء الله وصفتنا لنهار اليوم راح تكون عصير تاع فواكه مغذي بدون سكر صحي ويجي بزاف بزاف بنين تقدروا ديروه مع الفطور ولا في السهره ولا حتى في السحور يجي هايل نحتاجو لهاد العصير كيما راكو تشاهدو عندي حبه تاع كيوي اللي كنت غسلتها وقشرتها وقطعتها حبيبات تاع لا فريز اللي تاني كنت غسلتهم مليح وقطعتهم عندي حبه تاع قارص تكون شويه كبيره اذا ما عندكمش قارص تقدروا تستعملوا تشينا اللي هي البرتقال واذا عندكم قارص دو بريفيرونس ديروا القارص هنا الحبة تاعي تاع القاس كنت قشرتها ونحيت لها هذيك القشرة البيضاء اللي تجي في الاطراف وزدت نحيت لها العدم عندي تاني هنا حبيبات تاع التمر مسحتهم ونحيت لهم العدم وعندي موزة اللي قشرتها وقطعتها نبدأ بسم الله على بركة الله في الطاس تاع البلندر نحطو جميع المكونات نحطو القارص الأفخاز، البنان والكيوي ونزيدوا التمر ونحطوا عليهم كميات علمة الماء بيان هنا على حساب الذوق تحبوه خاتر ولا يعني تقيل ولا تحبوه خفيف تزيدو الماء على حساب ما حبيتو نغلقو الطاس تاعنا ونرحيو كل شيء حتى نتحصلوا على عصير بالقوام اللي نحبوه كما قلت لكم الماء زيدو على حساب نتوما ما حبيتو وهنا ها هو العصير راهو واجد شوفوا الكثافه اللي درتها انا انا نحبو متوسط ما نحبوش خفيف بزاف يجي من اروع ما يكون يجي بزاف بنين وبيان سور كيما شتو ما درنالوش سكر حليناه غير بشويه تاع التمر وكيما نعرفو تانيت الفاكهه راهي حلوه دونك ما نسحقوش نزيدو السكر كانت هذه وصفتنا لنهار اليوم نتمنى انكم تجربوها وتنال اعجابكم ما تنسونيش بلايك وتخلوا لي رايكم في التعليقات وتبارطاجيو الفيديو مع اهلكم وحبابكم واصدقائكم لتعم الفائدة ان شاء الله وبالنسبة للي ما زال ما في القناة ولا لأول مرة يزوروا القناة نتمنى انهم يشتركوا ويفعلوا زر الجرس هكذا باش يتوصلوا بكل جديد ان شاء الله في الاخير ما بقى لي غير نقولكم وصح صحه فطوركم وصحه سحوركم والى الملتقى بحول الله استودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته